السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعلت الكاف في أول رد فعل على انسحاب الجزائر من كأس أمم إفريقيا 2025 و2027. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن أعلن اليوم الثلاثاء والاتصادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن انسحاب الجزائر من ترشحها لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 و2027. ويشار إلى أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد أعلن عن قرار الانسحاب بعد تسلمه لمهامه رسميا على رأس الكرة الجزائرية. وبعد هذا القرار الرسمي، خرج الأمين العام للكاف رون موسينغو أومبا بتواصل مع رئيس الاتحادية والاتصادي، وقال له الأمين العام للكاف: وطلب الأمين العام للكاف من وليد صاد التريث وعدم الانسحاب من تنظيم كأس إفريقيا على الأقل 2027. صادي أكد له رسميا انسحاب الجزائر من تنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027 وأي منافسة أخرى مهما كان حجمها. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص هذا القرار، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.